برضو أيوب، أنا عايزة أسألك نفس السؤال، يعني أنت عندك كام سنة ومين اللي شجعك؟ اشمعنى هذه الرياضة؟ وبرضو أنت يعني اكتشفت إمتى أن أنا عايز أبقى بطل ورياضي وغيره؟ خلي الناس تتعرف عليك أكتر. انا عندي 23 سنة، بدرس في كلية حقوق جامعة عين شمس. أنت زميل، أنا اتخرجت من حقوق إنجلش والله برضه، برافو عليك. شرف لينا. وانا اصلا بحب المسرح، حلو فبدأت قوي. بمثل، وهو اصلا كان حلم حياتي الاولاني يعني. فدخلت المسرح 2016 كده، الاول كنت ببقى خجول جدا، وما كنتش بحب امشي في الشارع، ما كنتش مش بتحب تمشي في الشارع؟ كنت بحب اقعد في اوضتي كده مع تليفوني، مع حتى كان عندنا تلفزيون قديم فجبته في الاوضه حطيته وقعدت مع نفسي. ليه يا ايوب؟ يعني ليه كان عندك الاحساس ده؟ كان وقتها مثلا مش حاسس ان الناس متقبله مثلا او متقبلات؟ يعني اتربيت في حته شعبيه بقى، ف كنا بنواجه حاجات ما كانش فيه تضايقنا. ثقافه لسه يعني للاسف. بالظبط، لحد ما دخلت الجامعه ودخلت المسرح، حبيت الموضوع جدا، والمسرح جرأني جدا وبقى حلم حياتي. لحد في 2019 كده كنت ماشي راكب المترو، فكابتن المنتخب بتاعنا كان هو شافني، بس ساعتها معرفش يتكلم معايا لأن المترو كنت ركبته ومشيت. فأنا شفت عن المنتخب وسمعت عنه على النت، فوصلت لرقم الكابتن وكلمته. الاول كنت متردد، يعني كنت اقول لا خليني في التمثيل، فبعد كده ارجع اقول لا هروح امثل والعب كوره، لحد ما كلمت الكابتن وقلت له خلاص انا جاي، ورحت التمرين وحبيت الموضوع، ودلوقتي بقى عندي حلم التمثيل وكره القدم. برافو عليك والله بجد، ايوه برافو الحمد جدا، لله. شاطر جدا.